إلى الصفحة الاقتصادية مع ليا فياض. مساء الخير يا زبيك، مساء الخير ديما. أخبارنا اليوم حتكون محلية متفرقة. مساء الخير، مين هن المشاريع الفايزة بمسابقة Grow My Business لهالسنة؟ تحط تقرير. جولة السادسة من Grow My Business للشركات الناشئة وصلت للنهائيات، وثلاث مشاريع فازوا بالمسابقة هالسنة وحصلوا على جوائز نقدية بتسمح لهم بتطوير مشاريعهم: Augmental, Builditz و Sympaticus. Augmental هي application بنستعملها التلميذ بالمدرسة وبالبيت اللي بيتعلم عليها. نحن بنراقب what type of content بيرتاح معه أكتر، وبنظبط له الكونتنت بالطريقة اللي هو بيرتاح فيها ليكون عم بيتعلم بالطريقة اللي بتريحه حسب الليفل تبعه والسرعة تبعه. Builditz لعبة بتخول الأولاد يتعلموا كيف بيصير الأعمار بالحياة الحقيقية through الكت اللي عم نعطيها للأولاد، اللي فيها التولز والماتيريز الحقيقية، ومن خلالهم رح يقدروا يعمروا بيتهم بإيدهم. Sympaticus هي موبايل ابلكيشن للعلاج النفسي. It's a self-help program. الشخص بينه وبين الموبايل ابلكيشن بيتفاعل مع ثيرابيست كمان through video sessions. هاي المكافآت بتتوج مباراة دامت 6 شهور خضعوا خلال المشتركين لورش عمل تدريبية لمساعدتهم على وضع خطط أفضل لتطوير شركاتهم، وعرضوها أمام لجنة تحكيم من خبراء بالمجال الاقتصادي والصناعي، وهي مبادرة هدفها دعم الشركات المتوسطة والصغيرة كونها ركيزة مهمة بالاقتصاد بحسب المنظمين جمعية تجار بيروت وMIT Enterprise Forum للعالم العربي وبنك عودة. بهالظروف الصعبة اللي مرات عم بيقطع فيها البلد، كتير مهم إنه نفرجي إنه هالشركات عندها أفكار، والشركات عم تكبر والشركات عم تتأسس، وبالعكس نحن بنحب نشجع الاقتصاد المعرفي اللي أين أوين الدخول فيه بقوة في لبنان. هيدا الوحيد اللي رح يسمح للشباب اللبناني ما ينطروا المؤسسات تستحدث لهم فرص عمل، إنما هن يستحسوا فرص العمل اللي رح يشتغلوا فيها. مشاريع طبعاً بدها تحسن لبنان وبدها تنطلق من لبنان تتوسع أشغالها لكل البلاد العربية ولأوروبا ولأمريكا. مرة جديدة عم تبرهن Grow My Business إيمان كبير بابتكارات الشباب بلبنان وثقة أكبر إنه تتحول لقصص نجاح بالاقتصاد.